أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد في شرح مقرر التحكم الآلي أوتوماتيك كنترول، ونحن في الشابتر الثاني بلوك دياجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جراف، وتحديدا نحن نناقش السيجنال فلو جراف. أوشكنا على نهاية هذا الشابتر الثاني وسننهيه بالإكزامبل 2 about the signal flow graph. السؤال يقول: using Mason's formula find the transfer function ys over x of s. هنا يقول لي using Mason formula ويعطيني block diagram. يعني أولا نعرف أن قانون ميسن لابد من تطبيقه على signal flow graph، يعني لازم يكون عندي signal flow graph. وهنا الخطوة الأولى التي وجب علي أن أنجزها هي بكل بساطة تحويل البلوك دياجرام، يعني عندي from block diagram to signal flow graph. طيب بسيط هنا، يعني عندي هذا السمنج بوينت الأول يصبح نود، هذا السمنج بوينت الثاني يصبح نود، هذا البيك اوف بوينت يصبح نود، هذا البيك اوف بوينت يصبح نود، ثم هذا السمنج بوينت يصبح النود الأخير. وبعدها لابد أن أكمل ما يجب إكماله. بطبيعة الحال هنا بين هذا النود وهذا النود عندي gain 1، gain 1 بطبيعة الحال لأنه هنا unit gain. بين النود هذا والنود هذا عندي block A، يعني gain A. بين النود هذا والنود هذا عندي إيش؟ عندي block B، يعني أصبح unit B إلى آخره. هنا فقط لابد أن ننتبه إلى الإشارة، مثلا هذا الفيدباك هو C لكن هنا عندي ماينس C لأنه بكل بساطة عندي إشارة السالب هذه. نفس الشيء بالنسبة للفيدباك الكبير هذا، هو من المفروض يعني يونت فيدباك 1 لكن عندي إشارة السالب هذه، يعني يصبح المسار ماينس 1. بعد ما يعني جبنا السيجنال فلو جراف، I can apply the Mason formula. ماذا يقول قانون ميسون؟ قانون ميسون يقول بكل بساطة YS على R of S equal to sum from K equal to 1 إلى N PK delta K على delta. أولا وجب علي أن أحدد الN. الN N how many؟ ممكن 3 4 5. هذه الآن بطبيعة الحال هي في علاقة مباشرة بعدد الباثات أو بعدد المسارات المباشرة. فكم عندي مسار مباشر هنا؟ عندي بكل بساطة المسار الأول، المسارات بطبيعة الحال يعني نجيبها كيف؟ نجيبها من الانبوت إلى الاوتبوت. المسار الأول هو 1 1 A B 1، يعني المسار الأول هو A B. ثم المسار الثاني نلاحظ أنه هو 1، يعني نبدأ من X بعدها 1 ثم 1 ثم A ثم يعني نمر بهذا المسار 1 من فوق يعني ونطلع على الاوتبوت، يعني المسار الثاني هو 1 تايم 1 تايم A تايم 1 يعني هو A. هل في مسار ثالث ام لا؟ بطبيعة الحال لا، عندي مسارين بس. وبالتالي الان equal to 2، هنا الترانسفير فانكشن تصبح ايش؟ تصبح بما انه الان 2 تصبح يعني P1 دلتا 1 زائد P2 دلتا 2 على كلها على دلتا. هذا بالنسبة للقانون. بعدها نمر إلى اللوبس. اللوبس كم عندي من اللوبس؟ عندي اللوب L1. لو نلاحظ لو نبدأ من هذا النود، لو نبدأ من هذا النود عندي اللوب، ننطلق من هذا النود عندي A B ثم ماينس C، يعني عندي اللوب 1، لوب 1 هي ماينس A B C. ثم عندي لوب 2، لوب 2 لو أبدأ من هنا مثلا من هذا النود، هي يعني عندي من هذا النود يعني عندي 1 A B 1 وثم نرجع بماينس 1 إلى نفس النقطة. طب يعني عندي 1 تايم A تايم B تايم 1 تايم ماينس 1، يعني هي ماينس A B، L2 هي ماينس A B. ثم اللوب الثالث، بكل بساطة اللوب الثالث هو لو نبدأ من هذا النقط من هذا النود 1A ومر من هنا ثم أرجع بالماينس 1 وأعود إلى نفس النقط، يعني اللوب 3 ننطلق من هذا النقطة هو 1 تايم A تايم 1 تايم ماينس 1 وعدنا إلى نفس النقطة، يعني اللوب
3 هي minus A. يعني عندي في هذا السيجنال فلو جراف we have 3 loops. هذه 3 loops كلها تلامس المسار الأول والمسار الثاني وهي كلها touching loop. نمر بعدها إلى الدلتا. ماذا يقول الدلتا؟ قانون الدلتا يقول 1 minus القوس الأول قلنا نضع فيه يعني كل اللوبات اللي عندي بطبيعة الحال عندي minus AB minus AB minus A كلها موجودة في القوس الأول. القوس الثاني gain of product of all combinations of two non-touching loops. يعني هنا عندي 3 loops لكن كلها touching ما فيه 2 touching loop يعني ما فيه حلقتين غير متماستين. يعني الحلقة الأولى والحلقة الثانية متماسة متشاركة. الحلقة الأولى والحلقة الثالثة متشاركة لها يعني جزء مشترك. ثم الحلقة الثانية والحلقة الثالثة مشتركة. وبالتالي بالنسبة للدلتا القوس الثاني سيصبح صفر. وبطبيعة الحال إذا القوس الثاني صفر يعني أوتوماتيكلي القوس الثالث صفر والقوس الرابع صفر وكل الأقواس التي تلي بعدها هي أصفار. وبالتالي الدلتا هي 1 minus minus AB minus AB minus ABC minus AB minus A تساوي 1 plus ABC plus AB plus A. Now delta 1. Delta 1 قانونه يساوي 1 minus non-touching loop with path 1. لكن الباث 1 اللي هو AB اللوبات الثلاثة اللي عندي هي تلامسه يعني non-touching loop with path 1 تساوي أصفار. يعني الدلتا 1 تساوي 1. نفس الشيء بالنسبة للدلتا 2. القانون يقول 1 minus بين قوسين non-touching loop with path 2. لو نشوف الباث 2 اللي هو A هذا الباث 2 الثلاث لوبات اللي عندي L1 L2 L3 كلها تلامس الباث 2 وبالتالي هذا القوس يعني يساوي 0 وبالتالي الدلتا 2 نفس الشيء تساوي 1. وهنا يعني تمكنت من استخراج ال P1 ال P2 الدلتا 1 الدلتا 2 والدلتا. وفي النهاية يعني I can apply correctly the rule Mason y of s على x of s هي P1 دلتا 1 plus P2 دلتا 2 على دلتا as we have written here تساوي إيش؟ عوض ال P1 بقيمتها والدلتا 1 بقيمتها والP2 بقيمتها والدلتا 2 بقيمتها والدلتا بقيمتها لأن كل شيء عندي الحين. وفلها أتحصل على الترانسفير فانكشن يعني هو it can be given by this equation. إلى حد هذا المستوى نكون قد أنهينا الشابتر الثاني Block Diagram Reduction and Signal Flow Graphs بجزئيه. الجزء الأول كنا ناقشنا فيه الآليات والتقنيات لاختصار الأنظمة لما تكون يعني معطية في شكل بلوك دياجرام. والعنصر الثاني ناقشنا فيه قانون ميسون لما يكون يعني النظام يكون يعني أكثر تعقيد وأكثر تركيب وناقشنا فيه قانون ميسون وتطبيقه على two example. Thank you very much and see you again إن شاء الله.